عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال: لم يضره شيء، وشيء نكرة في سياق النفي، لأن لم نافية وجازمة، والنكرة في سياق النفي تعم. فإذا قال هذه الدعوات المباركات فإنه لا يصاب بضر أبدا من أي مخلوق كان. ثم قيد وغي عدم الضر بقوله: حتى يرحل من منزله ذلك. فإذا ارتحل من هذا المنزل فقد يصيبه الضر. وفي هذا فائدة، وهي أن النص إذا كان عاما فيخصص بالغاية، فإن مقتضى هذا الحديث ألا يصيبه ضر أبدا إذا قال هذا القول، لكن لما أتت الغاية حتى يرحل من منزله ذلك خصص هذا الأمر.